الأصدقاء يسموني الشاعر الحالم أيضا، الشاعر الحالم الذي يمشي لأنه خطواته تقوده إلى أمكنة هو نفسه لا يعرفها. وبالتالي يعني أنا لدي نوع من الحنين مثلا للذهاب ليس إلى الماضي أو للأمكنة، التي لدي حنين إلى الأمكنة التي لم أرها بعد. يعني الحنين كمفهوم يتعلق بالماضي فقط، لا، الحنين ينبغي أن نعمل له انزياح باتجاه المستقبل.